وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اللهم يا من سويت آدم ونفخت فيه من روحك وعلمته الأسماء كلها وألقيت إليه الكلمات وتبت عليه أسألك بسر التسوية تسوية الصلصال قلبي من حمأ نفسي ويسر النفخة نفخة تحيي بها موات سريرتي وأسألك بسر التعليم للأسماء كلها تعليما من لدنك يفتح لآدميتي خزائن أسرار الأسماء الحسنى والعظمى كلها فتحا مبينا وأسألك بسر الإلقاء وبسر التلقي للكلمات ألقي في روعي سر الإنابة وألهمني تلقي شريف الاستجابة مع شهود جمال الملقي والأخذ بأدب التلقي وشريف التلقي وبسر توبتك عليه تب علي كلي وكن لي إنك أنت التواب الرحيم.